مباراة كبيرة من الكبيرين صراحة، كبير الرياض النصر وكبير جدة الأهلي، مباراة مثيرة. تعادل عادل تتوقع أبو حسن على هاللقطات اللي شفناها؟ والله شوف، يعني نتيجة الشوط الأول ما تدل على سير المباراة، يعني كان المستحوذ فريق النصر والأهلي هو اللي سجل وقدر أنه ياخذ يعني الفوز في الشوط الأول. ولكن يعني المباراة بمجملها صراحة كانت يعني جميلة للغاية، هناك يعني جمل تكتيكية، هناك حماس، قوة، إثارة ندية، هناك لاعبين صغار مستقبل واعد للكرة السعودية، يوسف الحربي من الأهلي، خالد القنام، أنا أعتقد خالد القنام راح يعني يعطي أكثر من أحمد موسى في الجهة اليسرى. فأعتقد أن المباراة يعني كانت جميلة، كانت عنوانها الفرص الضائعة رغم الأربع أهداف، ولكن في النهاية أعتقد أن يعني حصول النقطة على كل فريق أعتقد أنها يعني صعبت وقللت من أهمية مباراة النصر والهلال. أبو عادل، شوف أبو سعيد، مباراة الأهلي والنصر أو النصر والأهلي قبل بداية المباراة كان الأهلي داش المباراة بعد هزيمتين، وفوز التعاون فوز الهلال على التعاون عمل ضغط للنصر، ابتعاد الهلال عنه في النقاط اجبره على انه يلعب للفوز فقط، والاهلي يلعب لاستعاده نغمه الانتصارات. الحقيقه الشوط الاول كان طبعا مثل ما يقول ابو حسن، فعلا كانت السيطره الميدانيه للنصر واللي سجل الاهداف الاهلي، لكن ايضا السيطره الميدانيه ما كان فيه خطوره للنصر. الحقيقه النصر بالفتره الاخيره دائما في الشوط الاول تحس احس يعني اقرب للتهاون، يتهاونون او انهم يستسهلون الامر، فيما انهم في الشوط الثاني يعودون. لكن اليوم في المباراه امس يعني ترى مع بدايه الشوط الثاني كان ممكن تنتهي المباراه، اول خمس دقائق ضاعت من الاهلي كورتين كان ممكن تقتل المباراه من مارين ومن السوما. بعدها سيطر النصر من الدقيقه 55 تقريبا الى من الدقيقه 50 الى لقايه الدقيقه 57 تعادل. بعدها للأسف هو من أضعف فريقه مدرب النصر بسحب بإدخال سحب طبعا مختار علي وإدخال مختار عبد الفتاح آدم، لما لعب راسين حربة ضيق المساحات على فريقه، كان الفريق كان ماشي صح صراحة. حتى من بعد دخول اللاعب هذا قلت فرص النصر، لكن في مشكلة عند النصر، يعني لاحظ أنها ما أعتقد من الموسم الماضي ما مرت مباراتين حمد الله ما يسجل، مباراتين اللي طافوا حمد الله ما سجل، فريق يمر مشكلة تهديف صراحة، مع أنهم سجلوا هدفين عودة جوليانو. نعم طيب، أنا ممكن أختلف معك في نقطة، مشكلة النصر في أحمد موسى، لو مفتكين منه بالانتقالات الشتوية أعتقد اللي غدمه أحمد موسى، أحمد موسى ضيع كرة. طيب أحمد موسى ضيع كرة لعبها بالشكل الصحيح، صحيح من يعني احمد موسى من بدايه الموسم ولا سجل ولا هدف في الدوري للعلم ترى، لكنه قاعد يقدم مستوى جدا، يصنع لك مره كل مباراتين يسوي لك بالعكس بالعكس هو ما اعتقد انه في توريا لو كان مو مقتنع فيه حتى لو ما جابوا بديل انه يلعبه، خصوصا مثل ما قال وحسن استقطاب الكابتن خالد الغنام من القادسيه اضافه للجهه اليسار، ايضا يقدر يلعب بكذا طريقه، لكن استمراره معناه انه هو مستفيد من الكابتن احمد موسى. تأيد كلام ابو حسن، ضاعت فرصه النصر خلاص؟ لا لا لا، العام الماضي في نفس هذا الوقت كان الفارق اكثر من 7 نقاط، وذلك فاز 9 نقاط وفاز في الدوري النصر. نتكلم احنا بتكلم عن دور المدرب في وسبق ان تكلمت عن هذا الموضوع، انه اعتماد على فقط تكتيكيا في الهجوم على حمد الله هذا خطا من المدرب. انا اشوف ان مباراه الهلال الاهلي عفوا والشباب اللي لعب فيها النصر مباراتين متشابهتين في انه خسر ثم عاد بقوه، ونفس الشيء في مباراته مع الاهلي خسر هدفين ثم عاد بقوه، هذا يعطينا مؤشر بان المدرب لديه عناصر وعنده فريق انه ممكن يؤدي افضل، لكن هو بالبدايه دائما في كل المباريات يبدا بصوره سيئه،
وحتى يعني طرق الهجوميه كلها يعتمد على 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 فقط على ايصال الكره لحمد الله. يعني هذا مو معقول ان فريق يعتمد على على لاعب واحد تكتيكيا في خط الهجوم، لازم يكون هناك طرق حلول. وحلول، وهذا ما حصل ترى في المباراتين مع الشباب ومع الاهلي، انه بعد ما خسر تنوعت الحلول في عند المدرب، سواء في راس الحربة بالفتاح او في الغنام لما نزل بدل احمد موسى، كان هناك يعني فعلا خطوره اكثر للفريق. احنا نتكلم عن دائما النصر ليش ينتظر لما يتعرض الى اهداف او خساره من ثم المدرب تصير عنده جراه للهجوم، ليه ما تكون الجراه هذه من البدايه؟ هذا اعتقد وسعود كلام ابو محسن كلام تم، هذه مشكله النصر والنقيض عليها بنادي الهلال. نادي النصر ينزل كانه هو الفائز، يعني مثل ما قال ابو عادل انه يعني ينزلون نوعا ما باستهتار. فالملاحظ والمتبع لنادي النصر دائما تجد تحضر شخصيته في حالة الخسارة بالضبط يعود. زين ليش أنت ما تكون هذه الشخصية موجودة، الحماس والروح من بداية المباراة، روح الانتصار، ليش ما تكون بداية المباراة مثل ما هو في نادي الهلال؟ نادي الهلال يمكن ينزل هو خسران هدف، تلقاه يلعب دائما المتبع نادي الهلال في أول ربع ساعة ثلث ساعة تلقى بس هذه مشكله فنيه مو مشكله فقط. اعتقد انها هذه نوعيه اللاعبين مشكله يعني فنيه، اللاعبين ما يحضرون انها مشكله فنيه ما يحضرون الا في حاله الخساره. انا صراحه من وجهه نظر انه من خلال تتبعي لمباريات النصر حتى مع الفرق القويه مثل الشباب او الاهلي او الهلال، يعني اتكلم حتى مع الفرق اذا كانت مشكله فنيه متاخره، يعني تجد ان كفريق يملك عناصر بهذا المستوى هذه الخبرات الكبيره، انه في انديه يعني تسيطر عليك خاصه في مرحله الشوط الاول. اوكي لا كمشكله فنيه انت تقول مشكله فنيه، انا مشكله مدرب. نعم طيب تغير مستوى النصر في الشوط الثاني، ما انا ايش قاعد اقول لك، انا ليش انت تنتظر هو تغير اصبح مو فنيه، لا انت كمدرب ليش تنتظر، ليش ما تكون عندك الجرأه؟ هو يقصد العشر دقائق انا عارف تغير فيها، ما اجرى اي تغيير ولا بدل نفس اللاعبين نفس اللعيبه اللي تغيرت اداء اللعيبه. ابو سعود انا كنت انا عصرت كرئيس وفد او اداري في المنتخبات، عصرت مدربين، اعرف انه المدرب اللي عنده الجراه على انه يلعب بهجوم من البدايه او ضد الفرق خاصه اللي اقل منه مستوى نعم. ويحسمها، هذه هي قوه شخصيه المدرب. طيب. اما لما انتظر لما هو يحرجني وبعدين انا ابدا تبدا عندي الجراه، هذا اللاعب هذا اللاعب مو المدرب. تفضل مدرب. انا اذا في لي تعليق على المباراه هذه نعم، انا اقول صار حدث بالمباراه هذه، يعني لقد هرمنا عشان نشوف هذا الحدث هذا اللي هو اول ركله جزاء تصير على النصر. يعني حدث نادر تاريخي، حدث نادر، يعني هرمنا عشان نشوف هالمنظر هذا. كم عمرك؟ لا قبل سنتين اقول 19 جوله 19 جوله. زين لحظه قبل 19 زين بيشوف الامور تحكيميه. اي من تكلم عن الحكم.